قبل انزل من السياره انا رايح المطار تدهنت بدهن العود اللي عندي وركبت مع التاكسي ومشيت. الحين يوم طقيت المكيف شغلت المكيف ويجيني ريحه دهن العود تخزن لاني تدهنت ثم طفيته وكان المكيف شغال فمسك الريحه. سبحان الله العظيم ما شاء الله لا قوه الا بالله. اقول سبحان الله انت تؤثر في من حولك من حيث لا تعلم. حتى الجمادات شوف شلون انت تؤثر في من حولك. الحين لما تركب مع تاكسي أو كريم أو شم ريحة السيارة ما طيب ولا دخان ولا خنان الله يكرمكم والله العظيم عاد على حسب وش اللي تركب معه. مثلا الجليس الصالح والجليس السوء ترى مو بس من الناس حتى الجمادات دي تتأثر تتأثرون يعني يأخذون منك أثر. حتى الأرض سبحان الله يقول سبحانه قل سبحانه تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء والأرض ما بكت على الكفار لما أهلكهم وعذبهم الله سبحانه وتعالى ولا افتقدتهم ولا حنت لهم ولا أشفقت عليهم لأنهم كفروا بالله. معنى هذا أن المسلمين عكس هالشيء والمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام افتقد هالجذع اللي كان يخطب عليه افتقده وهو جماد. يومئذ تحدث أخبارها فالأرض تشهد حتى لصاحبها له أو عليه. فأنت كل شيء تؤثر فيه من حيث لا تعلم. صلى الله يجعلنا وإياكم مؤثرين من خير يا رب العالمين. كثرت عليكم سلامات تستعرفون الأجواء تخليك تحرك سؤالي.